هذا الفيديو راح يكون الجزء الثاني عن نظريات بتخص لؤلؤة وأهل لؤلؤة. بالفيديو الأول كنت عم بتكلم عن مستر سلطع، كيف إن هو إنسان سيء وشو عم يستخدم بسلطع برجر بلحمة البرجر، وين اختفت إما للؤلؤة وعدة شغلات. فبدك تشوف هذا الفيديو فلازم تشوف الفيديو الأول، لأنه الفيديو الأول عم بيتكلم عن اختفاء أم لؤلؤة. هو يمكن عم بيخفي موضوع أو الجريمة اللي عملها لما قتل أما للؤلؤة. الخزنة هي اللي سواها، اللي عم بيخبي فيها دائما البرجرز الجاهز طبعا، سواها لسبب معين. اول شيء اول ما بدا كان هو السبب الرئيسي انه يخفي الجريمه اللي عملها لما قتل اما للؤلؤه، وعملها على شكل برجر عشان لما الناس يفتحوا الخزنه ما يشوفوا شيء يعني غريب، يشوفوا فيه برجرات جاهزه وبعدين ممكن انه سبونج بوب يسخنها ويعطيها للناس، او ممكن بس انه تكون جاهزه. بهذا الفيديو عم بتكلم عن اختفاء أبو لؤلؤة، أو وين أبو لؤلؤة بشكل عام. خليني أعطيكم اختصار اللي صار بالجزء الأول إذا أنت كنت مكسل. بالجزء الأول تكلمت على أنه مستر سلطع إنسان جدا سيء، وفي حلقة قبل هيك تكلم عن نظرية تانية عن اللحم أو الوصف السرية تبعيد سلطع برجر. مستر سلطع عمل عملية جدا سيئة، جدا شنيعة وبشعة، اللي هي أن قتل أما للؤلؤة، ولما قتله يعني صار عنده مصيبة أنه وين يخبي جثة كبيرة. فبنى مستر سلطع اللي هو المطعم وعمل مثل خزنة، جوا هالخزنة صار يخزن لحم الحيتان، ولحم الحيتان صار يستخدمه بالطبخ وبيع فيه برجر مشان يغطي عن جريمته. فالناس صار يحبوا اللحم تبع الحيتان اللي عم يستخدمه بسلطع برجر، فصار يدخل مصاري فانبسط من هذا الموضوع. فاللي عم بيعمله، اللي ممكن عم بيخطط فيه بعدين بالمستقبل، بس يخلص لحم الحيتان اللي هو كان لحم أما للؤلؤة لأنه كتير كبيرة، رح يقتل لؤلؤة بعدين بعد ما يدللها ويزبط أموره كل شيء، رح يقتله ويستخدم كمان لحمة بعدين لما تكبر وتصير ناضجة أكتر مثل أمه. فهذا اختصار اللي صار بالحلقة الأولى. فإذا بدك تروح تشوفها فيها تفاصيل أكتر، ما تعمقت فيها عن الدلائل والشغلات اللي عم يتكلموا فيها الناس، نظريات. بهذا الفيديو رح أتكلم عن اختفاء أبو لؤلؤة، لأنه من الطبيعي إذا لؤلؤة أبوها سلطعون رح يكون لؤلؤة عندها مخالب أو شغلات تشبه السلطعون، وبس أصلا منطقيا ما بينفع. فأبو لؤلؤة اللي هو مستر سلطع مو أبوه بالحقيقة، هو ممكن تبني أو في شيء تاني غريب. الشيء التاني الغريب إنه ممكن يكون موضوع حيكون زائد 18، فإذا بدك تشوفه مسؤوليتك الخاصة، بس لو كنت فوق 18 يعني تحت 18 قصدي ما تشوف الفيديو. رح أخبرك قبل ما أدخل بموضوع اللي بخص زائد 18. بكرتون سبونج بوب شفنا عدة حيتان بهذا الكرتون، بس حوت نفس لؤلؤة ما شفنا إلا واحد، هي كانت بحلقة الهروب من السجن. بهالحلقة كان شمشون اللي هو المفروض يكون الشرير عم بيجمع المساجين، وجو المساجين واحد من المساجين كان حوت، وهذا الحوت شبيه كتير جدا بلؤلؤة، نفس الشكل نفس كل شيء. وحتى لو دورنا عليها ودورنا وبحثنا بالموضوع أكتر رح نكتشف انه نوع هذا الحوت هو نفس نوع حوت لؤلؤة اللي هو اسمه سبيرم ويل، اللي هو نفس نوع حوت لؤلؤة واللي موجود بالسجن. فيعني على الأغلب هذا رح يكون أبوه. بدنا دلائل أكتر، في دلائل أكتر. لو رحنا على غرفة لؤلؤة، بالعادة دائما الناس لما يكون عندهم شخص مهم، أو بالعادة حتى أنا يعني بحط صورة أهلي على جنب على التخت هون، أو بعلقها فوق تختي، أو شخص بتحبه. أحيانا الناس بيحطوا صورة كلب أو قطة إذا بحبوها بيعلقوها جنبا، يعني شيء كتير قريب منن مشان أول ما يفيقوا من النوم يتصبحوا بصورتن. فلؤلؤة عنده صورة حوت عم بيعمل سيرفينج، عم بيركب الأمواج، وهذا الحوت اللي موجود بالصورة بيشبه كتير الحوت اللي موجود بالسجن. فيعني هاي الصورة المفروض تكون لشخص قريب للؤلؤة، فهي الشخص يعني على الأغلب رح يكون أبوها، واللي بالسجن هو أبوها. هلأ لو رجعنا على الحلقة هديك، بهديك الحلقة اللي هي الهروب من السجن، كنا عم نشوف هذا الحوت كان عم بيعمل المستحيل وعم بيساعد شمشون بطريقة جنونية منشان يطلع من هذا السجن. بس ليه عم بيعمل كل هذا الشيء؟ يعني عم بيعمل هالشيء ببلاش؟ أكيد لا. اللي عم بيعمله هو بده ياخد كمان وصفة سلطع برجر، لأنه بيعرف جوا الوصفة رح يكون دليل رح يثبت إنه مستر سلطع قتل أم لؤلؤة، وكمان بنفس الوقت إنه لؤلؤة بنته لهذا اللي مسجون، وهو مسجون كمان بتهمة ما كان عاملها أصلاً، إنه متهمينه إنه قتل مرته وعيلته، بس هو بالفعل ما عمل هذا الشيء. المشكلة اللي عمله هو مستر سلطع، لأنه مستر سلطع معه مصاري فقدر يرشي الناس ويرشي الشرطة ويدخلوا هذا الشخص اللي هو مفروض يكون أبو لؤلؤة بالسجن. فمنشان هيك راح نشوف إنه هذا الحوت اللي موجود بالسجن عم بيعمل المستحيل وعم بيساعد شمشون منشان يوصلوا للوصفة. هلأ شمشون عم بيحاول إنه يوصل للوصفة منشان يعني اللي هي المهمة اللي دائما حاطة بمخه، بده يكتشف الوصفة، وبنفس الوقت بده كمان يثبت إنه مستر سلطع
سلطع إنسان سيء، واللحمة اللي عم بيستخدمها جوا سلطع برجر هي يعني وصفة أو شغلة مو منيحة. ما كانت نوع لحوم حيتان رح يكون لحوم ممنوعة، ممكن من نفس فصيلة مستر سلطع يكون يعني لحوم سلطعون. ونظرية بتتكلم عن هذا الموضوع انه اللي عم بيستخدمه رح يكون لحم سلطعونات مثله. كمان في نظرية تكلمت عندها رح حطهون هون ولا هون ما بعرف وين. فهذا هو السبب الاساسي اللي خلى الحوت يساعد شمشون، كمان مشان يثبت براءته ويثبت يعني انه مستر سلطع هو السبب وراء هاي المشاكل كلها. فصراحة الكرتون جدا غريب. من عند هون راح ادخل بنظرية تانية بتتكلم عن لؤلؤة. بنصحكم اذا انتم تحت 18 ما تكملوا هذا الفيديو، لاني حتكلم بشغلات يمكن اصلا ما تفهموها، بس الكبار راح يفهموها. هلا لؤلؤة عم بيحكوا نظرية تانية انه هي عرفانة كل شيء وراضية انها تكون مع مستر سلطع، لان لؤلؤة بالاصل هي يعني بنت منحرفة. بنت شو الكلمة؟ عرفتوها؟ عرفتوا البنت بنت الليل أو بنت اللي بتروح مع أكثر من شاب. شو الدليل لهذا الموضوع؟ أول شيء هي حابة مستر سلطع مو لأني هو أبوها. الطريقة اللي بتطلب منه المصاري، الطريقة اللي بتطلبه لو سمعتوها بالإنجليش. You promise? I promise. Good night daddy. Good night sweetie. الطريقة اللي بتطلب منه مصاري، الطريقة اللي بتناديه فيها جدا غريبة. ومستر سلطع كمان عم بيعطيها مصاري كتير وهيك، مو يعني بس هيك عبط، عم بيعطيها هالشغلات لأنه عم بياخد شغلات بالمقابل. يمكن هو بيحب لؤلؤة بالفعل وبيحب البنات الصغار، فيعني كمان هي شغلة سيئة عن مستر سلطع. وكمان بس لؤلؤة سيئة، وليه هي تعتبر بنت بتنام مع أكثر من واحد؟ في لقطة من اللقطات كانت عم بتحاول تسرق شيء. بهي اللقطة راح نشوف لابسة قناع بس شكله غبي، يعني مبين إنه هي حوت لؤلؤة، بس لابسة مثل كنزة. هي الكنزة كانت موجودة أو بلوزة عند بسيط، نفس الكنزة بالضبط. فليه يعني بالعادة الحرامي لما بده يروح يسرق بلبس قناع أسود وكل شيء أسود بأسود، ليه لبست يعني كنزة لونها بيج أو بني نفس كنزة بسيط؟ فالموضوع في 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 شيء غريب، في شيء مو طبيعي. وفي لقطة أو حلقة من حلقات بسبونج بوب شفنا مستر سلطع ميت، واجت لؤلؤة عم تبكي وزعلانة. هي ما كانت زعلانة على مستر السلطع، كانت زعلانة على انه الشوغر دادي، هي هذا المصطلح الشوغر دادي، ما بعرف شو اسمه بالانجليش، انه راح يموت. الشوغر دادي يعتبر دائما هو بيكون رجال كتير كبير بالعمر، كتير يعني عجوز يعتبر، وعنده بنت بصرف عليها كل شيء وبيعطيها مصاري، وبنفس الوقت بيكون في بنات تبادل مصلحة، هذا بيعطيها مصاري وهي بالمقابل بتعطيه شيء تاني. فشو رح تعطيه هي بنت؟ فأنتوا فهمكم كفاية، وبنت تعتبر صغيرة. فهذا الكرتون يعني النظريات اللي عم بيطلعوه عليه مخيفة وسيئة وبشعة وكبيرة. فممكن هالشغلات تشوفوها بس تكبروا، ويعني إذا كنت ولد صغير وعم تتفرج على الشغلات مثل أنا ما كنت ولد صغير وأتفرج على سبونج بوب، مستحيل تخطر على بالي هاي الشغلات. بس سبحان الله لما شفت هاي النظرية أنا كنت متأكد إنه النظرية التانية اللي هلا حكيتها صحيحة. الطريقة عن جد اللي عم تطلب فيها لؤلؤة المصاري من أبوه اللي هو مستر سلطع في شيء غريب، ودائما بيعطيها مصاري ومجبور. ليه عم بيعطيها مصاري ومجبور؟ هي شو ماسكة عليه؟ المفروض هي اللي تروح وتتركه. فمعنى النظرية التانية بحسها أقرب من الموضوع، إن هي بتعرف كل شيء وكل شيء النظريات اللي حكيتها كانت صح، أو هي ماسكة عليه المواضيع ومن المقابل إنه ما تحكي عم بياخد مصاري. فلعنهم نكون وصلنا لنهاية النظرية، هي نظرية لؤلؤة ومستر سلطع. فإذا عجبتك النظرية صراحة تعبت عليها كتير، وأنا ببحث وبترجم لأنه أكترية الناس اللي عم بيعملوا نظريات مو عرب، بيكونوا أجانب. فلعند هون خلاص نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عندك أي كرتون حاب أحكي عنه نظريات أكتر، في نظرية حاب تضيفها سمعتها بمكان تاني، اكتب لي تحت بالوصف هون، أو بعت لي إياها على الخاص على إنستغرام أو على تيك توك اللي أسامة أنا جيتك من اليوتيوب وحاب تتكلم على هالنظرية، أو حاب أضف لك شغلة عن النظرية، وإن شاء الله فالك طيب. ومو بس نظريات، أي شيء حاب إني أتكلم عنه، فيديوهات غريبة شغلات، بعت لي إياها وإن شاء الله بالفيديو القادم راح أتكلم عنه. أشوفكم بالفيديو القادم، إلى اللقاء.